الاتيليه الاسمر مشروع فني ثقافي مميز جدا لدوله قطر. كثير سعيدين بالمشاركه فيه. طبعا هي فرصه كبيره للفنانين من مختلف دول العالم التقاء والمشاركه في العمل. اجواء كثير حلوه للفنانين بيتبادلوا الاراء ويشوفوا شغل بعض. عموما يعني المشروع ما كنا نشوفه من قبل بدولة قطر. كثير حلوة يعني شغلة كثير مميزة بتهمنا الفنانين. الحمد لله كان الوضع جميل مثل ما توقعت وأفضل. من ناحية التنظيم جدا جميل، من ناحية مستوى الفنانين، من ناحية التعاون بين الفنانين، الاختلاف في الأساليب، الفنانين كلهم روح واحدة، تعاونهم جميل، أساليبهم الفنية جميلة. فشيء جميل إن كل واحد يأخذ من الثاني خبرات، معلومات، ثقافات متنوعة. هالشيء يفيد الفنان ويفيد أيضا المكان اللي جايين عشان. سعيدة جدا لأن المشاركة جميلة جدا والفنانين على المستوى من كل البلدان، والواحد بيتعلم من الأخرى المعلومات الفنية والأساليب الفنية الأخرى. النشاط منظم بشكل جيد، وشكرا بلد القطر والأستاذ محمد عتيق والوكيل فندام والأسمخ للدعمنا لهذه المشاركة، ونتمنى تكون المشاركات كثير لهذه المشاركة. I'm so happy to be here. I was invited by Mr. Atik because we've done workshops before in different parts of the world, and I do enjoy the culture sharing that we do here. I pick up the patterns and the colours that we have here, and we share also the energy with other people from different cultures. It's really inspiring for me.